انطلاق على الجهه اليسرى، استلام من قبل اللاعب سند جعاره، يعيدها لابراهيم الجوابري. ابراهيم الى اللاعب بهاء الشملتي، رامي التماس تلعب سريعا بالنسبه لنادي الجليل، هجمه مرتده محمد العدوان، طوليه من محمد العدوان الى سامويل، سامويل المحترف الغاني، عبيده النمارنه، هنالك كره اخرى على ارضيه الملعب، وطبعا حديث بين الطاقم التحكيمي والتدريبي للنادي نادي الجليل وكذلك النادي الاهلي. يعني نتمنى ان لا يكون هنالك يعني شد عصب، يعني تبقى المباراه هادئه جميله، روح اخويه بين الناديين. هذا هو حديث المدرب كان باللقطه الماضيه، وهذا هو حديث الحكم مع لاعبي نادي الجليل وكذلك لاعبي النادي الاهلي. هذا هو الحكم احمد ابراهيم، يذهب الان من اجل الحديث مع الاداره الفنيه بالنسبه لنادي الاهلي. يعني نتمنى ان لا يكون هنالك شد عصبي، كما يعني هذه مباراه بالنهايه هي مباراه اخوه، مباراه اصدقاء، مباراه احباء، هذه في بطولة الدوري. نتمنى أن يكون هنالك على الأقل يعني روح رياضية عالية، لا نتمنى أن يكون هنالك أي إشكال. إذن هنا حكم اللقاء يتحدث مع المدير الفني للنادي الأهلي وبطاقة صفراء، بطاقة صفراء في هذه اللحظات. طاقة صفراء، طاقم تدريبي للنادي الأهلي. هنا كذلك حديث آخر بين اللاعبين وحكم اللقاء. كرة تعود عبر عبيدة النمارنة، محمد الجدات يلعب كرة طولية ولكنها ترتطم في الظهير الأيسر لتذهب إلى رمي التماس. ما الذي يحدث؟ يعني نتمنى ان على الاقل يعني ان لاعبين يبقوا على ارضيه الميدان بروح رياضيه عاليه. في النهايه هذه رياضه كره قدم، يعني هذه رياضه جميله. هذا هو كذلك المدير الفني محمد العبابنه لنادي الجليل وحديث الحكم احمد ابراهيم مع المساعد أحمد شلبي. ركلة ركنية بالنسبة لنادي الجليل. هناك بطاقة صفراء، إذن نعم هنالك بطاقة صفراء، بطاقة صفراء بحق اللاعب يزن دهشان. يا زندهشان